وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيبنا ونصرتنا وقوتنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل ما اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بداية شيبتني هم وأخوات تقرأ وتسمع وتشوف أطفال كده آيات هود تصدحها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبد الهود. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. استكملت هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. أخلاق وقفنا مع الصدق وقلنا إنني سببت مثالا الذين صدقوا الله عز وجل فنجاهم بصدقهم. الثلاثة الذين خلفوا. ليه بنحب القصص دي بالذات؟ ليه؟ لأنها لها رابط في القرآن والسنة. حتى إذا قرأت القرآن ومرت عليك هذه الآيات وجدت نفسك متفهما لمعناها، مدركا لأحداثها، مدركا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يعني ايه الثلاثة؟ ومين الثلاثة؟ فتحس انك كنت بتقرا الايات فهمها. الثلاثة الذين خلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحقق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناه النبي في المرة اللي فاتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق وان رايتم الايه؟ الهلكة فيه فان النجاة فيه، واياكم والكذب وإن رأيتم النجاة فيه فإن الهلكة فيه. الجماعة الثلاثة الذين خلفوا حققوا هذا الحديث. كانت غزوة إيه؟ كانت غزوة تبوك. غزوة تبوك كان سنة كام؟ كان سنة 9 هجرية. وأحداثها وأسبابها باختصار إن كان أعظم مملكة في هذا الزمان المملكة الرومانية اللي هي البيزنطية. وكان قوة عظيمة يعني لا يستهان بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم يدعوهم إلى الإسلام. فما كان منهم إلا أن أحد الغلاة بتوعهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، انتهوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مدينتهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الجهاد ليبقى الروم هناك قبل أن يأتوه إلى مدينته. فتجهز الجيش وأعد الناس العدة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت السيرة إن هذا الجيش الوحيد الذي بلغ 30,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بين اللي يتجهزوا ومن بين الجماعة اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عذر لهم، يعني مش أصحاب أعذار، كان مكة. إيه مكة ده؟ خد أول حرف من الثلاثة: ميم مرارة ابن ربيع، كاف كعب ابن مالك، ه هلال ابن أمية. أنا بقول لك مكة هو عشان تقدر فاكر أسماء الثلاثة الصحابة اللي هم الثلاثة الذين خلفوا اللي نزلت فيه آيات التوبة 118 بالتحديد، آية رقم 118 زي ما هنقول وهنذكر في سورة التوبة. إيه قصتهم؟ اللي تجهز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز بجيش بفرس وتجهز بمال وأعد عدته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأخلفك في الناس يا علي. فين؟ في المدينة. فقال سيدنا علي: تخلفني يا رسول الله مع أصحاب الأعذار من العجز، وتخلفني مع النساء؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر عليا، أن يطيب خاطر علي، فقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ عشان سيدنا علي يرضى. فرضي سيدنا علي. كان من ضمن بقى الثلاثة، احنا بناخد مين اللي بيحكي على لسانه؟ سيدنا. احنا قلنا الثلاث حروف ايه؟ مين؟ كاف؟ ه. مين؟ مرارة بن ربيع. كاف؟ كعب بن مالك. ه. هلال بن أمية. ايه اللي بيحكي
اللي في النص مين؟ كعب بن مالك. وكان بيحكي القصة فين؟ لما بلغ وأصبح رجل كبير طاعن في السن، فبيحكي القصة بتاعت تخلفه عن رسول الله يوم تبوك. قال: تجهز الناس، وأنا أقول في نفسي أجهز نفسي غدا. والناس تجهز، ويأتي الغد ثم يقول: أجهز نفسي غدا. ثم يأتي الغد فأقول: شيطان سوف أجهز نفسي غدا غدا غدا، لحد الناس كلها ما جهزت. وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لسه ما جهزش نفسه. بعدها قال ايه؟ أجهز نفسي وألحق بالجيش. الجيش لما يكون عدده كبير يعني حركته بتكون بطيئة شوية، فقال في نفسي: أجهز نفسي وألحق بهم، بعد يوم اثنين أدركهم وأستطيع ذلك. لحد يوم بعد يوم وصل الجيش إلى تبوك، وتخلف كعب ابن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش وبدأ الرباط وبدأ القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن المنافقين كثر تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل 86، وقال في السيرة 86 متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. النبي ساب كل ده وقال: ماذا فعل كعب بن مالك؟ هناك فين؟ في تبوك. كعب بن مالك فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كعب بن مالك كان شاعر، وكان يذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروف المهيبة في قومه، وكان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعارا يذب فيها عن جناب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا فعل كعب بن مالك؟ كعب بن مالك فين؟ فقال: قام رجل وقال كأنه في المدينة بين قربين ينظر عطفين. يعني ايه؟ يعني تخلف واحد من الفروع بتاعته هناك. فقام معاذ بن جبل وقال: امسك عليك لسانك، والله ما علمنا عن كعب الا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، تهدأ، وكان نصر الله عز وجل بعد الحصار وبعد غلبة الذي دام 3 أشهر. وعاد النبي قافلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرجع قافلا، ما كانش يرجع على مين؟ كان يرجع على فين؟ على المسجد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة الى المسجد، بدا جماعه المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد مجهز الاعصار بتاعته، فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم: عذري كذا، اللي يقول ابني كان مريض، واللي يقول كنت مريضا، واللي يقول كان عندي شيء، واللي يقول واللي يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويترك داخلهم وقلبهم الى الله، الى ان جاء كعب بن مالك. قومه قالوا له: يا كعب، كل واحد قال اعصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن مالك بيتكلم عن اسمه ايه؟ وقد اوتيت جدلا، عندي لباقه وعندي اقناع. فقومهم بيقولوا له، بيقول للناس: قبل اعذار، جهز اعذار بقى وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت، بيقول هو بيحكي عن نفسه، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الي وتبسم تبسما مغضبا وقال له: تعال معك. فاقبل كعب بن مالك وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تعلم اني اوتيت جدلا، ولو ان غيرك من اهل الارض لا تكلمت معه وخرجت من بين يديه راضيا عنه. يعني ممكن انسى، لكني يا رسول الله ما كنت ايسر ولا اكثر منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لما تخلفت يا كعب وقد اعددت ظهرا؟ انت بتاعت اشتريت ظهر، عرفت انك اشتريت حصان او اثنين، ليه تخلفت؟ قال: ما كنت ايسر مالا اكثر مالا، ولا ايسر ولا جاهز للقتال مثل هذه الايام، لكني تخلفت عنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق الله ووكل امره الى الله. قل الله قم يا كعب الى ان يحدث الله فيك امره. فقام كعب ابن مالك. فلما قام قاموا انتم تملكين. ايه اللي انت بتقوم له؟ لك كل ال 80 ولا اكثر من 80 واحد؟ قالوا: اعذار. قال: لو قلت عذرا هذا رسول الله اذا كذبت عليه سبحان ما يسخطه الله عليه.
وبعدين قال في حد تاني، حد تاني معايا قال مثل ما قلت. قالوا في اثنين، مين؟ مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قالوا مثل ما قلت، وقال لهم رسول الله مثل ما قال لك. قال فذكروا لي رجلين ممن شهدا بدرا. وقلت انا معاهم بقى، احنا الثلاثة مع بعض الى ان يحدث الله فينا امرا. قال فقرات من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه ان تمتنع عنها ولا يكلمها، ما حدش يتكلم معاها خالص، حتى يعني يتكلم معها حتى يقول لك سيدنا كعب بن مالك اما صاحبائك اللي هم مين؟ ومين؟ وهلال. يقول كان كبيرين في السن فقعد في بيته، اما انا فكنت اشد منه شابا، فكنت امشي اذهب الى الاسواق وما بيردش عليه السلام. رسول الله ما بيردش عليه السلام، وبعدين يلقي السلام على المسلمين ما حدش يرد عليه السلام. قال فتنكرت الاسواق وتنكرت الشوارع وتنكرت الحوائط، مش هي دي الناس اللي عرفها، ولا هم من عيد الاسواق عيد الطرق. لحد ما جه في يوم من الايام وبرضه بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وهو بيصلي النبي بصيته بعد ما قال السلام عليكم السلام عليكم ينظر النبي يعرض النبي عنه، برضه حس بخلقه شديده، فذهب الى ابن عمه طلحه قال له طلحه تصور عنده جدارا ودخل بيته وقال له ابن عمه سؤال قتاده يا ابا قتاده هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ ست ناجتك الله، اتعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال لا، فذلك عينه. ايه يعني ابن عمه بيقول له بيسأله بيقول له تعرف اني بحب الله ورسوله مره واثنين وثلاثه؟ الله ورسوله اعلم. قال ففرضت عينه لحد ما جينا في يوم رقم 40، تخيل 40 ليله، 40 ليله لا يكلمهم احد ولا يلقي عليهم السلام، ما يتكلمش حد معاهم من المسلمين. لحد ما جه الليله رقم 40 اذا بالباب يطرق. قال من؟ قال رسول الله. فظن كعب بن مالك ان الفرج من عند الله ورسوله قد اتى، فقال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك. اعتزل زوجك. قال اطلقها؟ رسول الله قال لك قلبي اطلقها؟ ان كان اطلقها اطلقها. قال لا، غير انك تعتزل. المراه على الخط سمعت الكلمتين ولمت عزلها واولادها وراحت على ابيك اهلها على طول. قال فبكيت في داري وحدي. خرجت ذات مره الى السوق فاذا بنبطي من الغساسنه ياتي ويقول من لي بكعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ فاشار الناس هؤلاء. فجاءني برساله من ملك او امير من امراء الغساسنه ما موجود فيها او مكتوب فيها علمنا ان صاحبك قد قلبت وابتعد عنك ولست بحاجه الى ان تكون في موقف فيه مهانه او ذله، فاقبل الينا نكفك. تعال عندنا نعرفك كرامتك، انت راجل في شاب. قال له الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله هذا من البلاء، تكمل من الابتلاء. قال فطرحته التنور، يعني ايه؟ في النار ورميته ورميته الاساس، مش بقى يقول انا جاي اعرف من بره اهو، وبعدين انا راجل شاعر وراجل تعلم. ده قال هذا والله من البلاء، قال فطرحته التنور. وبعدين لما تموا 50 ليلة، 50 ليلة، قال وكنت قد صليت الصبح فوق سطح بيت ظهر بيت، وإذا مناد ينادي يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منك ولدتك أمك. قال ماذا؟ قال لقد تاب الله عليك وعلى صاحبيك. فلما جاء خلع ثوبين واهداه اياهما، لايه؟ لان جاب له البشاره، خلع هديه
على طول. قال ولن أكن أملك يومها إلا هبين. هو مش ملك في سوق آخر. واستعرت ثوبا من جاري وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته مبتسما فقال لي يا كعب أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. قال من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، لقد نزلت فيك وفي صاحبيك آية تتلى إلى يوم يبعثون. سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما شافه أي من تهاني أخوك على أي حاجة كويسة أول ما شافه احتضره فقال والله لا أنسى هذه أمي لطلحة. قال من عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الآيات بتاعت سورة التوبة. الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كم الآية بقى اللي بعدها؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. عرفت لما تصدق؟ كنت ممكن يا جماعة اللي ربنا قال للنبي كده سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا وشغلتنا أولادنا وشغلتنا مش عارف. لكن النبي ربنا سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون يعني منافقين كذابين كتير. لكن ده صدق فصدقه الله عز وجل. سيدنا كعب بن مالك بالفرحة راح يقول يا رسول الله فرحة وشكرا لله أن تاب عليك أجعل مالي كله لله صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أنزل عليك بعض مالك. قال فأمسكت سهمي بخيبر وقمت بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أملك. كعب بن مالك لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بدر. يعني من أول أمر ما شهدش بدر، من أول أمر في كل الغزوات لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إنك ما كنت صادقا مع الله عز وجل سينجيك الله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه وإياكم الكذب وإن رأيتم النجاة فيه فإن الهلكة فيه. فاللهم ربنا إلى خلق نبيك رب جميل. اللهم ربنا إلى أخلاق نصرين رب جميل. اللهم ربنا إلى دينك رب جميل. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا عاصيا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ذكرا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. تقبل منا صلاتنا